طلبت تشوفني يا أستاذ. حاجة تمثل إنك موظف، ما في حدا شايفنا هلأ. قلي شبك شوفي. ما في شي. بس أنا حافظك أكتر من حالي، وهالشي أنت بتعرفه، وما في داعي حدا يقلي إنه صاير معك شي، لأنه هذا الشي واضح على وشك. إيه؟ يلا حكيلي شو القصة؟ في شي مضايقك؟ رح تقلي ولا دق لجده؟ استنى، عم بتصل فيها بس هي عم تفصلني. مين هي؟ انسى، ما حدا. فهمت شو القصة، هي ما هيك؟ أكيد هي، مين رح يكون غيرها يعني؟ يلي جابت لك الغداء. بعتذر، زميلتك هي أمه عندها بنت. ما عم تستوعب؟ صار لازم أمشي. لوين رايح؟ في عندي اجتماع. شبك؟ ياش؟ فهمني شو صار لك؟ ياش؟ ما عذبتيهم اليوم ما هيك؟ لا ما عذبتهم، ما حكيت لهم شي عن يلي صاير معنا، ما خبرتهم عن قصة المحكمة حتى، ما قلت لهم إنه خالته إجت لعنا على البيت. برافو عليك، ما حكيت لهم شي مثل ما نبهتيني. برافو يا قمر. وانتي لوين رحتي؟ كنت خايفة عليك كتير. وانتي شو عرفك إني طلعت اليوم؟ وجاية لهون؟ جيت مشان شوف باري واطمن عليها. أهلين رفيقي. مرحبا رفيقتي، وجبت لك شغلة معي كمان. زعلان مني شي؟ ليش كنتي عم تفصليني وقت دقلك؟ لأني كنت مشغولة كتير وما فيني رد. ليش ما دقيتي لي وقت خلصتي شغلك؟ كان بدي أرجع دقلك بس لكك إجيت وخلص. إذا صاير شي نيها قليلي شو هو؟ انبسطت انك اجيت، ومنيح انك جبت الغدا، لو ما جبت الغدا كنا رح نضل بلا اكل لبكره. يا ترى شو جبت لها لرفيقتي معي انا؟ شوكولا؟ ايه شوكولا الك. انت احسن رفيق عندي. وانا بموت برفيقتي. ماما، رفيقي جاب لي شوكولا، بيعرفني بحبها. ورجيني. شو هاد؟ هاي شوكولا مستوردة. شو جنيت حتى تجيب هيك شي وتصرف مصاريك على شي بلا طعمة؟ انت دائما متسرع والكل ملاحظ هالشي.